ممكن بلوك، ممكن ممكن دعوة على السريع على طول. والله الشعور حلو، قلت أتمنى الناس خير، الله يرزقكم مثلهم، فأستانس بالشيء هذا أشوفهم. بس بعض الأشخاص يرسل لك بالدايركت بالخاص في يقهرك، فلكي نفسيتك ترتاح عطى بلوك ريح راسك. بعدني جاي من فاكيشن. بالنسبة لي أنا طبعا كل واحد يتمنى أنه ياخذ إجازة ويطلع. أنا أساسا استهلكت إجازتي وهذا وقت العمل بالنسبة لي. والله يا أروح معهم يا لا أفتح حساباتهم ولا أدعيهم يرجعون بالسلامة إن شاء الله. وغبنا بيني وبين نفسي عادي، احنا انبسطنا بعد هنا. انبسطنا يعني، كل شخص له طريقته في ادخال الفرح لنفسه. والله حط ايدي على خدي وتحسر. والله ما يصير، خلاص انا اجازت ورحت مثلا وقضيت العيد، الله يسر لهم. ممكن هم جات اجازتهم بعد احنا ما نبدا، ممكن شوي غيره، حب اني اسافر بس عادي مو مشكله. ودي اعطيهم بلوك عشان ما يقهرون يعني. اول شيء اتمنى لهم الخير، والشيء الثاني راح يعودون علينا باشياء ايجابيه، بالتالي لما اشوف شخص يعني شخص يعز علي وشخص ايجابي، بالتالي اني احس اني انبسط له، لان راح يرجع لنا بنفسيه حلوه. هو الصراحه بدايه بس انه انا سافرت يعني، بس انه بس يجي على بالك تسافري وهيك.